لكم الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله رعايا وإن قيل لماذا على الله تجتهي أقول رضا الرحمن ثم مريض بالدمع تجري صببة حرام عليها النوم حتى تاركم رسول الله نبينا وأدور على قبري بطرف نعالكم فتحيا عظامي حين أمسغني يداكم وأسكنان كان في الفردوس إن كنت مغرم الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله محمد رسول الله صلي ربي على لساني الله 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 وصرف كل لنبي الله 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 إن أطعتك يرضاني وإن سؤت يشفع فيا الله 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 صلوا لما جاء رسول الله وجعلت فيها عنواني الله 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 وفي أواخر القافية الله 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 موافقا لإخواني يطلبها لي كيفية الله صلوا على زين الحلة لما جاء رسول الله أنا سبي من جهة بدني الله 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 عن القبيلة العلوية الله 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 والاتصال الروحاني بالحضرات البوزيدية يا الله رسول الله.